قابل، وتم الاتفاق على ان يكون هناك رسوم، وان لان زي ما حكم فيه القانون رفض الجزء الخاص بالرسوم، صدر من المحكمه الدستوريه عدم دستوريته، لان كان البرلمان لا يجوز له ان يفوض السلطه التنفيذيه في تحديد هذا المجال، وبالتالي الصياغه الجديده تم تلافي العوار الدستوري اللي كان موجود في القانون المرافق. قانون هيطلع وهيلغي قانون المرافق، وبالتالي هيبقى عندنا قانون واحد بس اللي بينظم جميع انواع المخالفات. هذا هو اهم حاجه النهارده اتفقنا عليها. وزاره البيئه هتنهي الكلام ده في خلال اسبوع، ثم نحيله الى مجلس الدوله بعد الصياغه، ضبط الصياغه النهائيه من وزاره العدل. نتوقع ان يتم ذلك في خلال الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا لك.